مشكلة أقع في أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أريد أن أسألك سؤال. تفضل. هل تقرأ القرآن؟ في الحقيقة إنني لا أقرأ القرآن بشكل منتظم ولا أقرأه يوميا، ولماذا تسأل؟ فقد أردت أن أعرف هل أنت من أهل القرآن أم من هاجري القرآن الذين حذرنا منهم الله تعالى؟ ومن هم هاجر القرآن؟ اسمع ماذا يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز. وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وورد عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وعن عمرو بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يأتيان يوم القيامة فيشفعان للعبد. يقول الصيام: منعته الطعام والشهوات في النهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم في الليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. كما أن فهم القرآن والعمل به يساعد المسلم في التعرف على تاريخ الأمة الإسلامية. جزاكم الله خيراً، ولكني لا أجيد الترتيل ولا تجويد القرآن الكريم، فماذا أفعل؟ أحييك على هذا السؤال الرائع. على كل مسلم أن يجعل القرآن الكريم جزءاً أساسياً من يومه وبرنامجه الحياتي، ولا أن يسمح ليوم واحد من عمره أن يمضي دون أن يزينه بالقراءة والتلاوة ولو جزء صغير من آيات الذكر الحكيم. على المسلم أيضاً ألا يجعل القرآن مجرد عادة يومية، وإنما عليه أن يتدبر معاني القرآن بدقة وتمعن. ومن الممكن أن يقوم المسلم باستخدام أحد برامج التفسير أو كتيبات تفسير القرآن الموثوقة لمساعدته على فهم معاني القرآن. ومن الأمور الهامة أيضاً أن يحرص المسلم على حفظ القرآن الكريم بقدر ما يستطيع من تلاوته في أي وقت ومن أجل الصلاة بها، وعلى أن يتحلى بأخلاق القرآن الكريم والعمل بما جاء فيه. وكيف ينبغي علينا أن نتعامل مع كلام الله تعالى؟ ينبغي على المسلم أن يتعامل مع كلام الله يتلوه بالحياة، فيقف عند معانيه وعبره أكثر مما يقف مع حروفه ورسمه، ويستشعر هذا الحوار فيقف مع التساؤل والاستفهام فيجيب عنه. افتح قلبك لآيات الله تعالى وكلماته، افهم وتدبر، اقرأ بقلبك قبل أن تقرأ بعينك. اسمع هذه القصة العظيمة. يوما ما أتى الأصمعي رجل أعرابي فطلب منه أن يعلمه آيات من كتاب الله تعالى، فعمد الأصمعي إلى سورة الداريات فوقف عند قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فتوقف الأصمعي فطلب منه الأعرابي المزيد فأكمل له من قوله تعالى: فورب السماء والأرض إنه لحق ومثل ما أنكم تنطقون. فصاح الأعرابي: يا سبحان الله يا سبحان الله، لقد أرغم الجليل حتى حلف لولا يصدقون حتى يلجأ إلى اليمين. كلنا يقف على هذه الآيات ولن نقف مثل ما وقف الأعرابي، فلم يعلم
يعطيها مدنا بل وعاها بقلبه. مثمرة وسوف أواظب على ما اتفقنا عليه، وأشكركم كثيرا على هذه المعلومات الرائعة. لا شكر على واجب، ونحن أيضا استفدنا كثيرا من حديثنا معك، ونشكرك على أدبك الراقي وحسك الملموس. لولا الله ثم حلقات القرآن ما تمهدت لنا الطرق، وما عرفنا أن نتعامل مع محطات الدنيا المتقلبة. تضيق بنا الأرض بما رحبت، فتتسع لنا غرفة صغيرة تسمى حلقة قرآنية. لا أعرف أين كنا سنولي وجوهنا لولا رحاب القرآن. كنا قبل القرآن نعيش ونحيا ونشعر أننا نكبر، فأتى القرآن فأنقذنا من الظلمات إلى النور، وعرفنا حينها أننا نعيش فقط، والحياة كل الحياة أن نكون مع القرآن. يا رب يا رب، ما أتيناك بكثرة صلاة ولا قيام ولا صيام إلا أننا نحب القرآن. إن الذي ينتفع بهذا القرآن هو الذي يسمع النداء فيلبي، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وقال الإمام الطبري عن قتادة في تفسير إذا دعاكم لما يحييكم، هو أن هذا القرآن فيه الحياة والعفة والعصمة في الدنيا والآخرة.